تبدأ تونس اعتبارا من اليوم وعلى مدار 3 أيام مناظرات تلفزيونية بين المرشحين 26 للانتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها في 15 من الشهر الجاري. وتبث المناظرات التي تشهدها البلاد للمرة الأولى في تاريخها عبر 11 قناة تلفزيونية وأثير نحو 20 محطة إذاعية تحت عنوان الطريق إلى قرطاج تونس تختار. هذا ويشارك في مناظرات اليوم الأول 9 من المرشحين. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من تونس الأستاذ هيكل مكي القيادي في حركة الشعب بتونس. أستاذ هيكل، بعد تحية، نتحدث عن 26 مرشح 3 أيام من المناظرات التلفزيونية. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا الأمر وهذه المناظرات ستؤثر في الناخب التونسي وفي عملية اختيار الناخب التونسي، خاصة نحن نتحدث عن 26 مرشح، ربما يعني التيار الواحد لديه أكثر من 3 أو 4 مرشحين؟ أولا مساء الخير، تحية لمصر وشعب مصر العظيم، وحبيت من خلال قناتكم نعبر على حبنا لمصر وحبنا الأبدي لأم الدنيا ولشعبها الطيب العظيم. أكيد الديمقراطية ناشئة في تونس، وهذا المسار الديمقراطي البناء فيه متواصل، عملية البناء متواصلة في هذه الانتخابات، الانتخابات الثانية في تونس الديمقراطية الشفافة. تم الحديث أو تأسيس تقليد جديد اللي هو المناظرات التلفزيونية، كما هو معمول به في كل الديمقراطيات العريقة في العالم. نتذكر المناظرات الأمريكية، مناظرات حتى في الديمقراطية الفرنسية، هناك مناظرات تلفزيونية، ومن خلال المناظرات يستطيع الناخب أن يميز وأن يقيم المترشحين، أن يقيم الكاريزما، أن يقيم مدى تمكن الرئيس المرتقب من الاستراتيجيات ومن الحلول ومن الطرح ومن برنامجه، وكيف يمكن ان يسوقه للناخب. في كل الحالات هذا التقليد اعتقد انه وانا قناعتي انه ليس حاسم في العمليه الانتخابيه، الا انه في اطار يعني إذا كان التقليد ليس بحاسم، ما هو التقليد الذي سيكون حاسما في الانتخابات من وجهة نظرك أستاذ هيكل؟ أنا أعتقد أنه الانتخابات لا تقتصر على مناظرة تلفزيونية أو ظهور تلفزيوني أو تقديم برنامج جيد. هناك عديد المعطيات المتشابكة والمعقدة والمتداخلة. هناك مرشحين مدعومين بدول إقليمية وممكن حتى بدول خارجية غربية، هناك مرشحين لهم من الأموال معناها الكثير الذي يجعلهم يتحكمون في المسألة الانتخابية. هناك من المرشحين، لا ننسى أن السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة هو من بين المترشحين، وهو الآن ونحن في معركة كبرى معه لأنه يستعمل في إمكانيات الدولة من أجل، لكن يعني الرجل تخلى عن صلاحياته بشكل مؤقت، ويعني لا أحد يعلم. صحيح هناك اتهامات في هذا الأمر، لكن دعني أسأل سؤال الأخير أستاذ هيكل، هل تعتقد بأن هناك تخوف من أنه مسألة التخلي؟ هو التخلي ليس دستوريا، تخلي ليس دستوريا لأنه ليست في حالة الشعور، ليست من أجل القيام بحملة انتخابية، هي من أجل السفر أو المرض. وبالتالي فإن تفويض صلاحياته إلى غيره في خارج الحالتين المذكورتين بالدستور هو أمر لا دستوري. الكرة بكل تأكيد في ملعب الشعب التونسي، وهو من أجل
أستاذ هيكل، الشعب التونسي بكل تأكيد هو الأقدر على اختيار من يمثله خلال المرحلة القادمة، وكل التمنيات للجميع بالتوفيق. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ هيكل مكي، القيادي في حركة الشعب التونسي، على هذه التوضيحات.